هو طبعا اوعى تستفز ريال مدريد، اوعى تستفز ريال مدريد، لان ريال مدريد انك يعني لا المفروض لا هو حر، هو انا بقى صلاح نجم كبير ونجم عالمي، هو مسؤول عن تصرفاته، فهو بيشجع فرقته وبيقول ان احنا عندنا طار من ريال مدريد، وعلى فكره الواقعه بتاعت راموس مأثره فيه حتى الان، فجاله احساسه انه جاله الموقف وجاله بالمناسبه انه يرد لاعتبار مره اخرى، انما على سبيل التشجيع وسبيل الهزار وليس سبيل الاستفزاز، لان اخر حد تقدر تستفزه او عاوز تستفزه ريال مدريد، اوعى تستفز ريال مدريد، مش لعب ضد ريال مدريد.